السلام عليكم. أنا الآن في طور إنهاء التصوير ديالي لوصفة هذا اليوم. ألقاكم في الورشة. أهلا بكم من جديد. بلا شك أنكم عرفتوا وصفة هذا اليوم اللي هي الباناكوتا اللي كتجينا من إيطاليا وكتعني الكريمة المطبوخة. ما نطولش عليكم ونخليكم تكتشفوها. تحضير هذا الديسير كيحتاج فقط الى 4 مكونات فقط. القشده الطريه السائله اللي كتحتوي على 30% من الماده الدهنيه، السكر، الجيلاتين الطبيعي والمربى. وعلى ذكر المربى اللي فيها السكر والفواكه، فانني استعملت فقط ملعقتين من السكر. وكيف ما كننصحكم دائما، يمكن لكم تبدعوا وتضيفوا مكونات اخرى في الباناكوتا كالفانيلا او القهوة. اتمنى ان هذه الوصفة قد نالت الاعجاب ديالكم، وألقاكم غدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.